فيما يخص حرب امتداد، كانت هناك مجموعة من التعهدات بأننا لن نكون عقبة أمام الحكومة، باعتبار أن هذا من أهم مسؤولياتنا كجهة رقابية وأيضا كمكون وطني داخل قبة البرلمان. يجب علينا أن هناك حكومة ثابتة من أجل ممارسة دورنا في مراقبتها. لكن بالوقت ذاته أرجو التشديد على هذه النقطة، لا نستبعد بأن حركة امتداد باعتبارها أنها لديها 7 ممثلين جدد سينضمون إلى القائمة السابقة، فأرقامهم إلى الآن لم تحسن فيما يخص المشاركة من عدمها. هناك بعض التي اشترط حل البرلمان مسبقا أمام أي مداخلات داخل قبة البرلمان، وهذا الذي جرى حاليا. هناك مناقشات جادة وموسعة داخل طيب هل اليوم المكتب. أعتقد حاليا أستاذ رسول أكو اجتماع خاص بالنسبة لكم بالنسبة للحركة، راح يقرر هذا الموضوع بالاجتماع اللي هو اجتماع اليوم عشية الجلسة لو بعدين؟ نعم، كما قلت أخي العزيز، كرأي قد تم طرحه سابقا، فإذا ما غضينا النظر أن الجهة التي سوف تحاول أن تشكل الحكومة تعتبر هي الغريم التقليدي للقوى الشعبية والوطنية والتشرينية أيضا، لكن لا ننسى أيضا بأنه القوى الأخرى التي بالجانب الآخر لم تكن قاصرة في هذه المسؤولية. إلى الآن المكتب السياسي قد اتخذ قراره فيما يخص المشاركة، لكن كانت له هناك بعض آراء فيما يخص التأني إلى حين مراجعة آراء الأخوة في الكتلة النيابية، بالأخص الكتلة النيابية من أجل الخروج بوجهة نظر متماسكة داخل قبة البرلمان.